بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند، حلقة ليلة السوبر، حلقة يعني بالتأكيد في ختام الأسبوع، وعندنا بكرة بالتأكيد بطولة جديدة وحدث مهم جدا، لأنها بطولة مستحدثة بنظام جديد، بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال بمشاركة 4 فرق. الأهلي تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 94 في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع، في توقيت هام جدا لفريق النادي الأهلي، قدر يخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية بهدف مرقة مسجلة من اللاعب المتألق إمام عاشور. مباراة الغد مباراة صعبة جدا، مباراة تقبل كل الحسابات، مباراة أي نعم أنت بتواجه فريق يعني عنده غيابات عديدة، فريق لسه مستحدث في الفترة الأخيرة، ولكن فريق فيوتشر يقدر يعمل نتائج إيجابية زي ما شفنا نتيجته مع بيراميدز، وإزاي قدر يوصل لركلات الجزاء الترجيحية ويبقى في ماراثون في ركلات الجزاء ويتأهل إلى المباراة النهائية. فريق عنده طموح، فريق عنده لاعبين ذو مستوى عالي، فبالتأكيد هتكون مباراة صعبة جدا. لذلك إن شاء الله النهاردة هنحاول قدر الإمكان نقرب شوية من كواليس الأهلي في الإمارات، تفاصيل المؤتمرات الصحفية، ماذا قال مارسيل كولر عن المواجهة الكبرى غدا، محمد الشناوي النهاردة اتكلم عن جاهزيته لمباراة الغد، عندنا كمان كلام مهم جدا من محمد الشناوي، تفاصيل كثيرة جدا ورسالة مهمة جدا النهاردة كابتن أيمن الرمادي كان مهم جدا يوصلها للنادي الأهلي من خلال برامج قناة الأهلي. النهاردة هتكلم عليها بالتأكيد وفيها تفاصيل أكتر. النهاردة كمان الكابتن إسلام الشاطر في البيت الكبير هيتكلم عن رسالة الكابتن أيمن الرمادي، خاصة بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا. لكن عموما نروح لسؤال حلقة النهاردة، وسؤال النهاردة توقعات حضراتكم على تشكيل الأهلي في مباراة نهائي السوبر غدا أمام فيوتشر، وكمان توقعاتكم لنتيجة اللقاء، التشكيل اللي ممكن يلعب بيه مارسيل كولر والنتيجه اللي ممكن تخرج بيها المباراه، اللي بالتاكيد بنتمنى ان يكون الاهلي فائز في هذا اللقاء وبطلا لكاس السوبر للانديه الابطال. لكن من خلال متابعتكم بالتاكيد للاجابه على السؤال من خلال صفحات القناه على السوشيال ميديا، النهارده هستعرض اكبر قدر من الاراء بعد الاجابه على السؤال في صفحات السوشيال ميديا عبر قناه الاهلي. طيب دلوقتي نروح لاهم العناوين. في ترند الاهلي، الفريق يختتم استعداداته لنهائي السوبر، وكمان كولر فيوتشر منافس قوي، وفي الترند المحلي محمد صلاح سينضم لمعسكر المنتخب الاثنين المقبل. يمكن بكرة آخر مباراة للأهلي في عام 2023، وابتداء من اول يناير هيكون في اجازه وراحه سلبيه للفريق، والكل هيبدا يتكلم على استعدادات منتخبنا الوطني لبطوله الامم الافريقيه. ان شاء الله منتخبنا يوفق في هذا الحدث الكبير، المحفل القاري في كوت ديفوار. طب نستعرض مع بعض مباريات اليوم والنهارده في 3 لقاءات في الدوري الانجليزي البريمير ليج. البدايه في مباراتين الساعه 9:30 مساء بتوقيت القاهره، برنتفورد بيستضيف ولفرهامبتون، وتشيلسي بيستضيف كريستال بالاس. الساعه 10:15 إيفرتون بيستضيف مانشستر سيتي. بنتكلم على مباريات مهمة جدا هتفرق في صراع الصدارة على مقدمة جدول الدوري الإنجليزي. الدوري المصري، والشوط الأول انتهى منذ قليل بتقدم زد على الداخلية بهدف مقابل لا شيء أحرزه شادي حسين في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول. الساعة 7 سموحة هيستضيف طلائع الجيش. دي ابرز مباريات اليوم، وزي ما انتم شايفين طبعا مباريات الاسبوع العاشر في الدوري العام بتتلعب في نفس توقيتات مباريات كاس السوبر للانديه الابطال، لان خلاص في جوله اخرى قادمه في الاسبوع الاول من يناير، ثم توقف استعدادا لمنتخبنا الوطني اللي عنده مباريات مهمه جدا في كاس الامم والانطلاقه يوم 14 يناير في ابيجان. نخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نبدا نشوف الكواليس والاخبار والمعلومات من ابو ظبي، وكيف يستعد الاهلي لمواجهه فيوتشر غدا في نهائي كأس السوبر للأندية الأبطال. طيب قبل ما أتكلم على مباراة نهائي كأس السوبر للأندية الأبطال، وعشان نقفل ملف بقى مباراة نصف النهائي والكلام اللي احنا اتكلمنا فيه امبارح، كان في موقفين مهمين جدا تعليقا على الأحداث التي شهدتها مباراتي الدور نصف النهائي، سواء بيراميدز مع فيوتشر أو حتى سيراميكا
مع الاهلي. اولا طبعا امبارح لما اتكلمت على موضوع تصريحات مدرب بيراميدز جيم باتشيكو والكلام اللي قاله في المؤتمر الصحفي تجاه الصحافه والاعلام، عشان بس الناس تبقى عارفه ان احنا بنتكلم كلام موضوعي، والله مفيش اي شخصنه مع اي حد خالص. بعد الحلقه على طول كان في قرار من اداره المسابقات بتغريم مدرب بيراميدز 20,000 جنيه، وبالتالي كل الكلام اللي احنا قلناه كان كلام سليم. ولكن لغايه اللحظه دي انا بقول لكم مندهش جدا من التناول الاعلامي او عدم التناول الاعلامي للتصريحات التي ذكرت في المؤتمر الصحفي. وتاكيدا لهذا الكلام، النهارده مدرب بيراميدز في المؤتمر الصحفي اعتذر في بدايه كلامه عما حدث في المؤتمر الصحفي في الامس. وبالتالي احنا لما بنلقي الضوء على موضوع او على تصريحات اتقالت بشكل لا يليق في منظومه الكره المصريه ولا يليق بما يوجه من هذا الكلام للاعلام او للصحافه، احنا كنا بنتكلم كلام موضوعي جدا. ولكن برضو هفضل اقول مليون علامه استفهام على عدم التناول الاعلامي لهذا الموضوع، لان الامر كان هيختلف اختلاف كلي لو كان متعلق باي فرد في منظومه الاهلي القرويه لو كان صرح هذه التصريحات في المؤتمر الصحفي. الامر الثاني وهو متعلق من الكابتن ايمن الرمادي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، احنا بالتاكيد بنكن ليه كل احترام وتقدير. بالتاكيد النهارده كان في رساله يمكن حب يتواصل مع الكابتن اسلام الشاطر، لان الكابتن اسلام عارف جدا شخصيه الكابتن ايمن الرمادي سواء على المستوى الشخصي سواء على المستوى المهني في فترات سابقه. والكابتن اسلام لما طلع يتكلم في البيت الكبير بعد مباراه سيراميكا والاهلي تعليقا على تصريحات الكابتن ايمن الرمادي كان اتكلم ان مش دي مدرسه او مش دي طريقه الكابتن ايمن الرمادي، ويبدو ان الامور واصله له بشكل مش سليم، لان لا الاهلي كسب بالتحكيم ولا التصريحات اللي قالها الكابتن ايمن الرمادي تنم على ان المباراه بالفعل خرجت بهذا الشكل. وبالفعل النهارده الكابتن ايمن الرمادي كان تواصل معايا ويمكن ارسل رساله للكابتن اسلام الشاطر، النهارده هيتكلم هو بتفاصيل اكتر، لان الكابتن ايمن الرمادي من خلال الكابتن اسلام الشاطر عايز يوضح نقطه مهمه جدا، انه لا يوجه اي شيء سلبي تجاه النادي الاهلي، مش عايز جمهور النادي الاهلي يزعل منه. هو حتى كمان في المؤتمر الصحفي اعتذر النهارده على فكره، او حتى في لقاء صحفي بالامس اعتذر على فكره ان هو بيقول ان الاهلي كسب بالتحكيم، قال انا ما اقصدش الكلام ده خالص، بالعكس ما كانش فيه اي اخطاء تحكيميه اثرت في نتيجة اللقاء، والأهلي فريق كبير وجمهور الأهلي جمهور كبير جدا، وما أقدرش بالتأكيد أوجه أي كلام تجاه الأهلي أو جمهوره. تفاصيل أكتر على فكرة يمكن من خلال بقى الكابتن إسلام النهاردة في البيت الكبير هيشرح لكم فكرة بقى كلام الكابتن أيمن الرمادي وملابسات الموضوع، لأن بالتأكيد يعني كان مهم جدا يكون هذا التواصل وحرص الكابتن أيمن الرمادي المدير الفني لسيراميكا كليوباترا، عشان الأمور اللي زي دي أكيد لو بتعمل حالة شحن جماهيري لازم يعني نوقف الموضوع بدري، ان الراجل حريص ان هو يوضح الصوره ويعتذر عن التصريحات اللي ممكن يكون اتفهم يعني سياقها في الفتره الاخيره، لان كمان بعض البرامج على فكره خدت هذه التصريحات وعملت عليها يعني سهرات وحفلات، وكان الكابتن محمد معروف كان ليه 3 ضربات جزاء ما حسبهمش لسيراميكا، كان المفروض يطرد 2 من لاعيبه النادي الاهلي ما طردهمش، لكن المباراه ما كانش فيها الكلام ده خالص. والكابتن محمد والكابتن ايمن الرمادي كمان يعني حتى في سياق تصريحاته والكلام اللي قاله انه كلم الكابتن محمد فاروق نائب رئيس لجنه الحكام واعتذر له كمان على ان التصريحات اتفهمت غلط، ان هو ما يقصدش ان الكابتن محمد معروف اثر على النتيجه والكلام اللي اتقال او الكلام اللي اتوصف بشكل غير صحيح بعد نهايه مباراه سيراميكا والاهلي. النهارده مع الكابتن اسلام هتسمعوا تفاصيل اكتر، لانها رساله مهمه جدا للكابتن ايمن الرمادي اتوجهت للكابتن اسلام الشاطر، والكابتن اسلام هيتكلم فيها النهارده. وبالتاكيد كمان يعني جمهور الاهلي لانه بيبقى زعلان جدا من اي كلام ممكن يتقال، لان الاهلي عمل مباراه كبيره جدا، حاله الاجهاد وحاله التعب اللي كانت فيها الفريق بعد العوده من كاس العالم كانت مؤثره بشكل سلبي جدا على الفريق، حتى في التشكيله وفي الروتيشن وفي التعديلات وفي التغييرات، ولكن الحمد لله قدر الاهلي بمجهوده وباداره مميزه من مارسيل كولر يكسب المباراه في الوقت القاتل بهدف رائع جدا من امام عاشور عشان الاهلي يتاهل الى مباراه النهائي اللي هتكون غدا امام فريق فيوتشر الساعه 7 مساء بتوقيت القاهره. ملف اخر متعلق بمباراه فيوتشر وازاي الاهلي بيستعد لهذا اللقاء. المباراه على فكره يا جماعه زي ما اكدت في بدايه الحلقه مباراه صعبه جدا، محدش يستهين بفكره ان فيوتشر عنده غيابات، عمر كمال عبد الواحد مش هيلعب، محمد فاروق مش هيلعب، في اصابات تعرض لها الفريق في مباراه بيراميدز، في غيابات كتيره ممكن في الفريق، كل الامور دي على فكره ممكن تكون حافز قوي جدا لفريق مودرن فيوتشر عشان يقدم مباراه كبيره قدام النادي الاهلي، لانه بيلعب نهائي تاريخي بالنسبه له
امام النادي الاهلي. النهارده يمكن من حوالي ساعه كده، ساعه وربع، انطلق تدريب فريق النادي الاهلي زي ما انتم شايفين على الشاشه في احد الملاعب الفرعيه في مدينه ابو ظبي. وبالتاكيد النهارده يعني كولر بيحاول قدر الامكان يشوف بقى مين التشكيله اللي تلعب المباراه، مين العناصر اللي ممكن تبدا المباراه، هل يغير، هل يدفع بالعناصر اللي فضل انه يريحها في مباراه سيراميكا. كل دي نقاط اكيد كولر بيفكر فيها. وتدريب النهارده مش تدريب قوي، ما فيهوش تدريب بدني شاق ولا تدريب فني قوي ولا تقسيمه قويه. الراجل النهارده حتى كانت في سياق تصريحاته كان واضح جدا، قال لك الفارق الزمني ما بين المباريات ما يسمحليش سواء امبارح او النهارده اعمل تدريب قوي. انا قدر الامكان بحاول اعمل استشفاء، بحاول اهيئ اللعيبه لمباراه النهائي، نهائي ان شاء الله باذن الله يوفق في النادي الاهلي للفوز بهذا اللقب وهذه البطوله المستحدثه بالنظام الجديد. شايفين طبعا على الشاشه، ده جانب من التدريبات، وده التدريب اللي اقيم يعني منذ قليل على احد الملاعب الفرعيه. شايفين قدامنا هو يمكن امام عاشور، شايفين اللاعبين علي معلول، الكابتن محمد الشناوي هو كمان موجود، شايفين كمان الجهاز الفني بقياده مارسيل كولر والجهاز المعاون. مروان عطيه هل ممكن يدفع بيه مارسيل كولر من البدايه؟ كان ريحه الماتش اللي فات وخرج من القايمه خالص. كهربا هل ممكن يكون موجود في بدايه المباراه وفي التشكيله الاساسيه؟ حسين الشحات ممكن يبدا مكان كريم فؤاد؟ كل دي تفاصيل اكيد الناس كلها بتسالها وبتحاول تعرف ايه اللي ممكن يتم في الساعات اللي جايه. شايفين كمان مهندس خالد مرتجي رئيس بعثه فريق النادي الاهلي في الامارات وفي ابو ظبي. نتمنى يا رب باذن الله يكون الاهلي موفق في هذا اللقاء ويقدر يحصد هذا اللقب المحلي. طيب، قبل التدريب كان في مؤتمر صحفي وكولر اتكلم في نقاط مهمه جدا. مؤتمر على فكره استمر مدته حوالي 30 دقيقه وكانت فيه تفاصيل كتيره، وكولر اتسال في كل حاجه. ليه بتلعب بكوكا مكان ديانج؟ هل الشناوي ممكن يبدا ولا ما يبداش؟ طيب العناصر اللي ما لعبتش الماتش اللي فات ممكن تبدا بيها ولا لا؟ طب الغيابات، طب الارهاق، طب الاجهاد، طب المهاجم، هل في مهاجم عشان الفرص اللي بتضيع؟ تفاصيل كتيره وكانت تصريحات مهمه جدا من مارسيل كولر. تعالوا نشوف جانب من هذا المؤتمر ونسمع كولر قال ايه قبل موعد اللقاء غدا امام فيوتشر في نهائي كاس السوبر للانديه الابطال. اي قرار بيحصل، اي لاعب في شك في اصابته ما بيلعبش، مفيش لاعب هيشارك وفي اصلا عندي اي شك ان هو يلعب او ان هو عنده اصابه، عمري ما هخش بلاعب اخد بيه مخاطره، مفيش لاعب شارك الماتش اللي فات هو اصلا كان فيه مخاطره اساسا او في شك ان هو عنده حاجه. لكن في نفس الوقت احنا بنقعد مع بعض في الجهاز الطبي وانا والجهاز بتاعي بنتكلم مع بعض ونشوف، يقول لي مثلا الحاله دي فيها كذا وكذا وكذا ونسبه المخاطره قد ايه، واحنا بناخد قرار. لكن انا ما باخدش اي مخاطره مع اي لاعب ايا كان. اللي بيحصل بقى ان احيانا مع ضغط الماتشات الكبير ده كل يومين ماتش مفيش لعيبه بيبقى 100%، يعني في دايما في شكاوي بسيطه، الشكاوي البسيطه دي بقى احنا بنقعد مع بعض ونشوف هل الشكوى دي فيها مغامره ولا عاديه. يعني مثلا لو كدمه، الكدمه ممكن ان انا لاعب لما بيسخن كويس ويتحرك والدوره الدمويه بتجري ما بيبقاش في الم، ما بيبقاش في حاجه، الجسم بيجري وما بتحسش بحاجه والدنيا بتمشي كويس، غير لما في اصابه عضليه فالامور بتبقى مختلفه. لكن مع كل 48 ساعه ماتش مفيش لاعب هتلاقيه سليم 100%، لكن مفيش لاعب بقرارها بيشارك في النادي الاهلي في اي مباراه وعنده حتى نسبه ريسك انه ممكن يصاب، فما كانش في اي حد من الناس اللي شكت كان عندها اي مشكله. ده بالنسبه للجزء الاولاني من السؤال. الجزء الثاني بتاع اداره الاهداف ده بنتكلم فيه تقريبا كل مؤتمر صحفي، قبل الماتشات وبعد الماتشات واثناء الماتشات، وبالتالي ده بقى الموضوع اللي كل مره بنتكلم فيه، مش سر بنتكلم فيه على طول، مشكله معروفه. بنوصل لجون كتير، وده في جزء كويس، يعني جزء كويس جدا ان الفرقه بتخلق كم فرص كبير جدا، ده معناه ان احنا بنتحرك كويس، بنعمل حاجات كتير، الواجبات بتاعتنا بنعملها كويس، فبنوصل لجون كتير. بيبقى ناقص تحويل الكره جوه الجون، ده بيبقى فيه بعض العناصر منها التمرين. لكن انا بيبقى عندي كل 48 ساعه ماتش امرن اللعيبه امتى؟ يعني هو بيبقى 48 ساعه اللعيب بياخد استشفاء وبعدين بينزل يتمرن تمرينه خفيفه وبعدين ينزل الماتش اللي بعده. فما اقدرش ان انا اخلي لاعب مشارك بعد 48 ساعه يقعد يشوط كتير على الجون هيتمسك، يعني هو كده انا بعوره. فدي حاجات لازم احطها في الحسابات، لو انا اركز على الجزء النظري اكتر مع اللعيبه اللي بتشارك كل 48 ساعه، ففي عناصر كتير بتؤدي ان الموضوع بيبقى فيه مشكله في عمليه ان انا اقدر امرن اللعيبه على تحويل الفرصه الاهداف. بس بنتكلم بقى نظري كتير، بنتكلم على فكره الهدوء، الثقه،
فكره التركيز، لان احيانا كتير جدا بيبقى الموضوع ليه علاقه بالتركيز. انا كان مع لعيبه فكرهم كتير ازاي انا اركز قدام الجول، لازم اكون اهدى قدام الجول عشان نقدر ان احنا نحول الفرص الكتير اللي بتجي لنا لاهداف. لكن ان شاء الله هيبقى في مجالات للتمرين في الفتره الجايه ان احنا نحسن جوده احراز الاهداف ان شاء الله. من النقاط المهمه اللي اتكلم فيها مارسيل كولر موضوع الاصابات، يعني لو عنده شك في لعيب ممكن يكون مصاب اكيد مش هيدفع بيه، وقال دايما بنقعد كجهاز فني مع الجهاز الطبي بنشوف اللعيبه مدى جاهزيتها عشان ما يحصلش مغامره بمشاركه اي لاعب عشان يتعرض لاي اصابه. طيب محمد الشناوي كان محور حديث مهم جدا في هذا المؤتمر الصحفي، لان الشناوي يمكن تم استبداله في الدقيقه 35 من الشوط الاول في لقاء سيراميكا بعد تعرضه لاصابه بشد في العضله الخلفيه، ونزل مكانه الحارس الواعد الشاب مصطفى شوبير. والكلام كتير على مدار ال 48 ساعه، هل الشناوي ممكن يلحق ما يلحقش؟ الناس كلها كمان متخوفه على فكره ان الشناوي عنده كاس افريقيا، فالموقف هيبقى ازاي في الفتره اللي جايه؟ تعال نشوف النهارده الشناوي لما اتسال على فكره الاصابه ومدى جاهزيته ممكن يشارك ولا ما يشاركش، لان قال كلام مهم جدا النهارده في المؤتمر الصحفي. السؤال بتاع حضرتك، لا انا تمام الحمد لله، الامور بشكل كويس، احنا شغالين من بعد المباراه مع الجهاز الطبي والامور ماشيه كويس، لسه قدامنا 24 ساعه والامور زي ما الكوتش قال، قدامنا 24 ساعه وهو في الاخر القرار بتاع الكوتش. في الاول احنا مجموعه واحده، مجموعه كبيره موجوده، واي حد يكون موجود في الملعب احنا كلنا بنطلع، احنا اهم حاجه مصلحه النادي دي اهم حاجه، اهم حاجه نلعب الكاس، اي حد يكون موجود 11 لعيب موجود التانيين كلهم يبقوا في ضهر بعض، ده اللي احنا ماشيين عليه لسه في 24 ساعه. طيب اذا الشناوي بيتكلم على فكره ان لسه قدامنا 24 ساعه عشان نقدر نحدد بشكل نهائي موقفي من المشاركه في مباراه النهائي غدا امام فيوتشر. امبارح دكتور احمد جاب الله طبيب الفريق كان وصف نتيجه الاشعه اللي اجريت للشناوي ياسر ابراهيم، وقال ان الشناوي عنده شد في العضله الخلفيه وياسر ابراهيم عنده شد كده في العضله الضمه. نتمنى يا رب ان يكون في جاهزيه للاثنين خلال الفتره اللي جايه، ولكن هنشوف بكره الجهاز الفني والجهاز الطبي ازاي هيتعاملوا مع فكره مدى جاهزيه كل واحد في مباراه الغد ان شاء الله. وفي النهايه زي ما قال كولر، مفيش مغامره باي لاعب ممكن يكون عنده شك ولو بنسبه 1% انه ممكن يتعرض لاصابه او تتجدد الاصابه في اي مباراه، وعندنا ثقه كبيره جدا في اي 11 لاعب بكره في المباراه هيمثلوا فيها فريق النادي الاهلي يقدروا ان شاء الله يحققوا المكسب ويفرحوا كل جماهير النادي الاهلي اللي بنوجه لها مناشده في كل مكان عشان تحضر مباراة الغد بإذن الله أمام فريق فيوتشر على استاد محمد بن زايد في ملعب نادي الجزيرة. طيب قبل ما اطلع لفاصل، يعني وأنا معاكم دلوقتي الساعة 5:30 والمفروض طاقم تحكيم مباراة الغد مباراة النهائي ما بين الأهلي وفيوتشر يكون يتحدد، والكلام اللي وصل من الإمارات امبارح من خلال بعض الكواليس والمصادر اللي احنا بنتعامل معاها إن في اتجاه إن المباراة يديرها الكابتن محمود البنا، والكلام ده بيتقال من امبارح، وان الكابتن محمد عادل يدير مباراه الثالث والرابع ما بين بيراميدز وسيراميكا، ولكن لغايه اللحظه دي لسه الاتحاد لم يعلن مين الحكم اللي تم تكليفه لاداره مباراه الغد. وانا بناقش وبشوف الموضوع ده مع المصادر في الامارات وبعض الاعضاء اللي موجودين في اتحاد الكوره ولجنه الحكام، فهمت ووصل لي ان في اتجاه من بيريرا ان ممكن يدي المباراه لمحمد عادل، وبيريرا ليه وجهة نظر ان الحكام الثلاثة اللي هيحكموا في كأس الأمم الإفريقية، حكام ساحة أمين عمر ومحمد معروف ومحمد عادل، لازم ياخدوا مباريات مهمة وكبيرة قبل ما يسافروا على الكوت ديفوار، لأن على فكرة عندهم معسكر الأسبوع اللي جاي في أبيدجان، عندهم معسكر لمدة أسبوع قبل انطلاق البطولة يوم 13 يناير. فبيريرا شايف ان المفروض يعني طبقا للأمور الفنية لو انت عايز تدي سبورت لحكامك في بطولة زي دي وهم رايحين كاس امم، فلازم تدي النهائي لمحمد عادل، لان امين عمر ادار مباراه السيراميكا ومباراه بيراميدز وفيتشر، ومعروف ادار مباراه سيراميكا والاهلي، وبالتالي المتوقع يكون محمد عادل لازم ياخد مباراه من مباريات يوم الخميس، فالافضل يدير مباراه النهائي. ولكن في راي تاني ان احنا لو ودينا محمد عادل لاداره مباراه الاهلي وفيتشر مش هينفع البنا يدير مباراه بيراميدز، لان بيراميدز قبل كده احتاج على اداره محمود البنا لمباراه بيراميدز والاهلي في نهائي الكاس اللي اتلعب، نهائي كاس السوبر اللي اتلعب في بدايه هذا العام في الامارات،
وبالتالي مش هينفع البنا يدير مباريات بيراميدز. مش عارف، يمكن التأخير ده هل ممكن يكون الناس بتفكر هل ممكن تكرر حكم تاني كان أدار مباريات نصف النهائي ممكن يدير المباراة النهائية؟ أنا برضو بطرح على حضراتكم كل الأفكار اللي بتطرح دلوقتي على طاولة الاجتماع في لجنة الحكام في أبو ظبي، وحتى النهاردة القاهرة 24 من خلال بعض الزملاء الصحفيين اللي موجودين في الإمارات والتقوا بمسؤولين في اتحاد الكورة وفي لجنة الحكام. الخبر النهاردة حتى الـ 12 في القرار 24 كان قريب جدا من نفس التفاصيل اللي وصلت لي، إن البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام قال إن الإعلان عن حكم نهائي كأس السوبر سيتم خلال ساعات، وقال حتى الآن لم يتم حسم اسم حكم اللقاء اللي هيسند ليه إدارة هذه المباراة، وقال إن الاختيار هيكون ما بين محمود البنا ومحمد عادل. لغاية امبارح كان المفروض محمود البنا. رؤية فيتوريا أو سوري رؤية بيريرا البرتغالي إن المباراة يديرها محمد عادل، فهل كفت مين اللي هتبقى أرجح لإدارة المباراة؟ هل كفت إن عادل عنده كأس أمم فلازم يبقى فيه سبورت من اللجنة إن يدير اللقاء، ولا اللجنة ممكن عشان ما يبقاش فيه مشاكل فتاخد أو تبعد البنا عن مباراة بيراميدز فتخلي البنا هو اللي يدير مباراة الأهلي وفيتشر؟ أنا بطرح على حضراتكم كل الأفكار اللي بتتناقش دلوقتي قبل الإعلان. الإعلان ممكن يحصل كمان 5 دقايق، ممكن يحصل كمان ساعة، ممكن ما يحصلش النهاردة، كل شيء وارد، ولكن أنا شايف في تأخير شوية لأن قبل مباراة نصف النهائي كان الإعلان بدري شوية عن كده. طيب ده جانب آخر متعلق بطاقم التحكيم، بنحاول قدر الإمكان بس نقربكم شوية من الكواليس وكل الأمور المتعلقة بمباراة الغد عشان نعيش كل الجمهور في الحدث المتعلق بمباراة الأهلي وفيوتشر. جانب آخر متعلق بالتغطية الإعلامية والتغطية الصحفية وكيف يتابع الزملاء الصحفيين هذا اللقاء والأجواء في الإمارات، الحضور الجماهيري، جاهزية الأهلي لهذا اللقاء، كل ده بالتأكيد هنعرفه دلوقتي من خلال زميلنا الناقد الرياضي بالأهرام والكاتب الصحفي الأستاذ عبد الحكيم أبو علم. أستاذ عبد الحكيم مساء الفل على حضرتك. مساء الفل يا استاذ محمد، زي حضرتك وعلى كل مشاهدين قناه النادي الاهلي. وانت معانا هنا في الامارات يا استاذ محمد ولا ايه؟ ليه بس؟ كنت بتتكلم الاجتماع شغال وهيخلص بعد 5 دقايق، هو الكلام ده فعلا بالفعل هو في اجتماع المفروض حسب ما احنا اتحركنا يمكن من تقريبا احنا سيبنا مثلا، طبعا انت عارف تمرير النادي الاهلي الاخير النهارده بيكون فيه ربع ساعه فقط متاحه لوسائل الاعلام، ثم خلاص غادرنا المكان. فبالتالي كان احنا وقت ما احنا كنا ماشيين لجنه الحكام واتحاد الكره يعني المكان اللي هم موجودين فيه هو اوتيل قدام الملعب الشيخ محمد بن زايد اللي هو صوره المباراه، فعرفنا ان رئيس لجنه الحكام مجتمع عشان يحددوا الحكام، بس انا يعني واثق ان هو بالنسبه زي ما حضرتك قلت هيبقى محمود البنا، لكن هو المشكله هتبقى يعني الطاقم المساعد ليه، وهيبقى الناحيه الثانيه مباراه الثالث والرابع هيبقى الكابتن محمد عادل لمباراه بيراميدز وسيراميكا كليوباترا. انت عارف يا استاذ عبد الحكيم يعني مصادرنا موجوده ولينا عصافير كده موجوده في كل حته، فبنحاول نوصل يعني ايه لادق التفاصيل، لان برضو تاخير الاسماء يعني ده اللي خلانا نسال ايه يا جماعه الموضوع، فنشوف في النهايه القرار، ونتمنى بالتاكيد التوفيق لاي طاقم تحكيم يدير هذا اللقاء. بص محمد عشان برضه نبقى منطقيين، هم الأطقم اللي موجوده هنا في الامارات معانا في ابو ظبي هم محددين ومعروفين، هم 4 أطقم تحكيميه، في 2 حكام رئيسيين اداروا مباراتين نصف النهائي، والاثنين الحكم الرابع هم محمود البنا ومحمد عادل هم اللي فاضلين يكونوا، فالوضع يعني ما هوش لوغاريتم الا في مين هيدير ماتش ايه، لكن القصة يعني زي ما بيقولوا كده في مثل عندنا في الصعيد يقول له يعني المثل الموضوع معروف ما هيش مش معضلة، بس تحديد الأسماء وإعلانها أعتقد إن ممكن وإحنا بنتكلم خلال 10 دقايق خلال ربع ساعة أكيد سيتم الإعلان عن أطقم التحكيم، وفي جميع الأحوال أيا كان الحكم إحنا كل ما نتمناه هو عدم النظر للألوان، عدم التركيز فقط في إطفاء العدالة إن كل فريق ياخد حقه بغض النظر عن وقبلهم وأولهم النادي الأهلي اللي هو بيبحث عن العدالة فقط لا غير، ولا ينظر إلى لون تيشيرت النادي، إحنا عايزين العدالة المطلقة أيا كان، على واللي يكسب كورة نقول له مبروك، ودي كرة القدم اللي إحنا عايزينها بغض النظر عن أي شيء تاني. أكيد. طيب عايز أطمن منك بقى على الفريق، جاهزية اللاعبين، طبعا الحالة المعنوية بعد الفوز على سيراميكا في الوقت القاتل، يعني كل التفاصيل دي نطمن منك على فريق الأهلي قبل مباراة الغد.
خليني اقول لحضرتك ان نفس الكلام اللي انا كنت بتكلم فيه مع حضرتك كده امبارح النهارده مارسيل كولر اتكلم فيه الاجهاد وده حقيقي فعلا يعني هو الراجل ما بيسوقش مباراته وبرغم كده هو بدا كلامه قبل ما يتكلم عن ضغط المباريات وعن الوضع الحالي بدا كلامه بان ان احنا هدفنا الفوز ببطوله السوبر عشان نحطها في دولاب بطولات النادي الاهلي واتكلم ب وده درس يعني انا اقصد معنى الكلمه ايه ده درس ليه كيف يتحدث مدرب في مؤتمر صحفي مارسيل كولر من الممكن ان يتعرض لاشياء برضه مثيله بما تعرض له جيما باتشيكو المدير الفني البرتغالي لبيراميدز اللي حتى في اعتذاره النهارده لم يكن اعتذارا واضحا وصريحا كان كلام اللي هو يعني انا بحترم الصحافه المصريه انا بقدر الاعلام المصري انا طوال تاريخي انا مش عارف تاريخه فين لان تاريخه ينحصر في ماتش القاضيه بتاع النادي الاهلي والزمالك وتاريخه في سنه لم يحقق فيها اي شيء مع بيراميدز هناك مدربين عظام انا اسف ان طلعت حضرتك ومشاهدين قناه النادي الاهلي عن هذا الامر لكن هناك مدربين عظام جم الكره المصريه في الاهلي وفي الزمالك وفي انديه ثانيه لم يتخطوا او يتجاوزوا بحق نادي او بحق جماهير او بحق اعلام او حق صحافه كنت انتظر منه اعتذار واضح ولا يقبل الشك لكن بغض النظر يكفي ان هو مثلا قال انا بالنسبه لي مش كافي لكن بالنسبه للناس بيقولوا ان هو كده خلاص الراجل بدا وقال لك انا مقدر الصحافه المصريه. المهم مارسيل كولر اتكلم عن الاجهاد وضغط المباريات واتكلم عن احمد نبيل كوكا واشاد بالمستوى اللي بيقدمه اللاعب وان هدف النادي الاهلي بكره الفوز بالبطوله عشان يحطها في دولاب بطولات النادي. ما علمته من يعني من خلال كواليس الفريق ان مارسيل كولر التمرين بتاع امبارح اللي كان مغلق وتمرين النهارده ما كانش فيه اي نوع من انواع اللي هو مثلا التقسيمه بطول الملعب الا حاجات صغيره جدا مثلا مده صغيره عشان الاجهاد والارهاق لكن اعتمد بشكل رئيسي على المحاضرات النظريه والاعداد النفسي للفريق عشان يكون جاهز للمباراه لان الفاصل الزمن 48 ساعه فبالتالي من الصعب ان انت تشتغل على جمل تكتيكيه وجمل فنيه في هذا الظروف الصعبه. على الجانب الاخر فيوتشر يمكن لما سالت عرفت الكابتن علام ايوب بيشتغل حشد نفسي غير عادي وعمل اكتر من محاضره مع لعيبته بعيدا عن المدير الفني البرتغالي اللي اتكلم بمنتهى الاحترام وهذا ما يليق بالنادي الاهلي يعني هو ما قالش حاجه جديده يعني لكن هو اتكلم بما يليق بالنادي الاهلي وقال لك احنا رايحين نلاعب فريق متعود على اجواء انه يلعب في كاس عالم الانديه مش فريق بيلعب في الدوري المصري بس بيلعب في كاس عالم الانديه كان ثالث عالم لسه جاي من ولعب ثلاث مباريات مع فرق كبيره جدا فريق يضم افضل لاعبين الكره المصريه المدير الفني البرتغالي لفريق مودرن فيوتشر لكن كمان كابتن علام ايوب بما له من خبرات وبما له من تاريخ في النادي الاهلي عارف النادي الاهلي لما بيروح في مباراه الفاينل بيبقى عنده وحتى قال جمله كده اتقالت لي من احد اللاعبين انه قال النادي الاهلي لما بيوصل الفاينل بيبقى عنده نهم وشراها اكتر من اي وقت مضى يعني ممكن في الادوار التمهيديه او في الادوار الاقصائيه تلاقيه ممكن يعني الامور ممكن تلاقي شويه النتائج لكن لما الو طيب يبدو ان احنا فقدنا الاتصال بالاستاذ عبد الحكيم ابو علام بس من الجانب اللي قاله في كلامه عن المباراه وفي متابعته لتدريبات الاهلي وتحضير كولر والحديث عن اللاعبين لا الحمد لله الامور كلها مبشره الامور كلها جيده ان شاء الله باذن الله مباراه بكره تكلل بالنجاح وبالتوفيق بعد فتره صعبه جدا انت بتتكلم الفريق مسافر من القاهره من يوم 10 ديسمبر راح السعوديه عامل معسكر من يوم 10 ديسمبر لعب 15 لعب يوم 18 لعب يوم 22 ثلاث مباريات في اسبوع من الجمعه للاثنين للجمعه طلع من يوم السبت من المملكه العربيه السعوديه على الامارات من جده على ابو ظبي لعب مباراه وبكره في مباراه ثانيه يعني انت بتتكلم من يوم 10 ليوم 28 الاهلي متواجد خارج مصر ولعب في فتره ال 18 يوم دول خمس مباريات بمعدل كل 72 ساعه لقاء فنتمنى يا رب ان الرحله دي كلها تتوج ببطوله هي توجد 50% من نجاح الرحلة ببرونزية إن شاء الله تستكمل غدا ببطولة بإذن الله وكأس السوبر يكون من نصيب النادي الأهلي فاصل ثم نواصل النهاردة السوشيال ميديا لا كلام ولا حديث يعلو سوى عن مباراة نهائي السوبر ما بين الأهلي وفيوتشر الأرقام الأهلي واجه فيوتشر كم مرة أبرز الغيابات مين النجوم اللي ممكن تكون موجودة في التشكيلة الأساسية بعد اعطائها راحة في اللقاء السابق كل ده نعرفه من خلال آخر أخبار الترند أحبنا عن وطني جدا يا صلاح
من خلقها كبيره جدا. آخر أخبار الترند، وبالتأكيد البداية هتكون من خلال الترند الأهلي. ترند الأهلي النهاردة بداية ختام مواجهات عام 2023، سنة كانت مليئة بالبطولات والإنجازات في جميع المستويات أو على جميع المستويات، سواء المحلية أو القارية أو الدولية. كأس عالم أندية في المغرب، كأس عالم أندية في المملكة العربية السعودية، تحقيق دوري أبطال إفريقيا والنهائي أمام الوداد في المغرب، كأس السوبر إفريقي أمام اتحاد العاصمة، المشاركة في دوري السوبر ليج الإفريقي ومواجهة مع سان داونز في الدور نصف النهائي، بخلاف طبعا الفوز ببطولتين كاس مصر، الفوز بالدوري العام، المنافسة على بطولة السوبر في نهاية هذا العام غدا، وكان الفوز على الزمالك في هذا العام في بطولة السوبر. يعني عام 2023 كانت خير كتير جدا على الأهلاوية. النهاردة حساب النادي الأهلي بيقول ختام مواجهات 2023 الأهلي في مواجهة مودرن فيوتشر من أجل حصد لقب كاس السوبر المصري على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي. نتمنى يا رب أن يكون ختمها مسك، يعني السنة الطويلة دي الجميلة دي بالإنجازات دي كلها نتمنى يكون ختمها مسك بإذن الله. ملعب القاهرة 24 بيقولوا قبل نهائي السوبر كولر لم يتذوق طعم الانتصارات على فيوتشر. بالفعل يمكن الأهلي وفيوتشر لعبوا بعض 4 مرات، الأهلي كسب مرة واحدة بنتيجة 4 أهداف دون رد 4-0، كان وقتها البرتغالي ريكاردو سواريش هو المدير الفني، ولكن الثلاث مباريات الأخرى كان فيها تعادل، وقتها كان كولر هو المدير الفني، مرتين كان التعادل بهدف لكل فريق ومرة كان التعادل سلبيا. بالمناسبة كمان فيوتشر لم يسبق له الفوز على النادي الأهلي، يعني لو بنتكلم على الأرقام السلبية أن الأهلي آخر 3 مواجهات ما كسبش فيوتشر، برضو فيوتشر أصلا على مدار 4 مباريات مع الأهلي منذ أن تم تغيير اسم النادي ما كسبش الأهلي الحمد ولا مرة. طيب نروح بعد كده ليه حساب اليوم السابع، كهربا يقترب من قيادة هجوم الأهلي أمام فيوتشر في نهائي السوبر. يعني فكرة أن مارسيل كولر فضل إراحة كهربا في مباراة سيراميكا وعدم إشراقه كان جارب لعلاقة بالناحية البدنية، المخزون البدني، استعداد اللاعب لمباراة النهائي، دي كانت جزئية كولر اشتغل عليها لأن كمال مروان عطية خرج بره القائمة خالص، ما كانش موجود في المباراة، فبالتالي ممكن بنسبة كبيرة، ده مش مؤكد برضه، الناس بتحاول تجتهد في الأخبار والمعلومات، ولكن البعض بيتوقع ان كهربا ممكن يقود هجوم الاهلي في مباراه فيوتشر. طيب المصري الرياضي النهارده اتكلم على حارس النهائيات، ولكن الموضوع ده في ايه بقى؟ في حال غياب محمد الشناوي عن مباراه بكره بسبب اصابته بشد في العضله الخلفيه. حارس النهائيات جت منين؟ لان مصطفى شوبير لعب مباراه النهائي لقاء الذهاب امام الوداد لما محمد الشناوي تعرض لاصابه، وقالوا كيف اكتسب شوبير ثقة جماهير الأهلي من الباب الكبير. طبعا يمكن جماهير الأهلي شهدت مشاركة مصطفى شوبير أمام الوداد المغربي في ذهاب نهائي إفريقيا لما غاب محمد الشناوي، ومصطفى شوبير عمل مباراة كبيرة جدا، تصدى لأكثر من لعبة، حتى الهدف اللي مونيا مرماه ما كانش مسؤول عنه، لكن مصطفى شوبير تصدى يعني لهدفين ثلاثة على الأقل، وقدر يساعد الأهلي في هذا اللقاء بالخروج بنتيجة إيجابية والفوز 2-1. حتى الإحصائيات اللي موجودة مصطفى شوبير تصدى ل3 كرات خطيرة من خارج المنطقة و2 من داخل المنطقة، دقة التمريرات كانت 78%، واستعاد الكرة 5 مرات ولمس الكرة 32 مرة. هل يجد مصطفى شوبير نفسه أمام اختبار محلي جديد أو اختبار جديد في نهائي محلي أمام فيوتشر على الملاعب الإماراتية؟ ده هنشوفه بكرة في حال غياب محمد الشناوي، لكن نتمنى يا رب بإذن الله أن يكون الفريق كامل الصفوف، وأي 11 هيلعبوا إن شاء الله هيكونوا في أفضل جاهزية لتمثيل النادي الأهلي. طب سبورت 360 مصرية تتكلم على علي معلول
ملك الحلول، مع الأهلي لعب 274 مباراة، ساهم في 130 هدف، 130 مساهمة تهديفية، أحرز 53 هدف وعمل أسيست، صنع 77 هدف. عشان كده التوتال الرقم بتاع 53 و77 130، وأحرز مع النادي الأهلي 17 لقب زائد 3 برونزية في كأس العالم للأندية. تاريخ كبير بحروف من ذهب لعلي معلول مع المارد الأحمر. حساب يلا كورة بيتكلموا على التقارير اللي مثارة بالأمس في السوشيال ميديا وفي المواقع في توقيت أنا شايفه غير مناسب تماما. بيقولوا أن نادي قطر يريد ضم ديانج ومنافسة أوروبية خليجية على اللاعب. الناس تستنى بس لغاية انتقالات يناير. النهاردة احنا بنتكلم مثلا، النهاردة كان في الشهر 27 ديسمبر، يعني على يوم الاثنين الجاي هيكون 1 يناير، بنتكلم في 4-5 أيام كل حاجة هتتضح. اللي فيه عرض رسمي هيظهر، واللي فيه نادي عايز لاعب هيتكلم، والصحف اللي انفرد بخبر ان فيه صفقات او تدعيمات هيستنى يناير. اللي قاله لو طلع صح هيطلع يقول لك كمان فرضنا، ولو طلع اجتهادات ومش صح كل واحد هيعمل نفسه مش شايف حاجة. ولكن انا بقول لكم الكلام ده مش وقته ومش اوانه، وما فيش عرض رسمي دلوقتي لاي لاعب داخل النادي الاهلي. بكرة عندنا مباراة مهمة جدا، مباراة ببطولة، فما فيش اي حاجة بالتأكيد هتشغل بال اي حد في التوقيت الحالي. الوطن الرياضي بيكمل في هذه الجزئية، وباقي ترند الأهلي كله على الصفقات والانتقالات وكأن مفيش بكرة مباراة. أول رد من الأهلي على رحيل أليو ديانج للدوري القطري. طب أول رد من الأهلي كان إيه؟ أولاً المصدر بيقول يعني إن الجهاز الفني للفريق والإدارة لا يمانعان رحيل ديانج للدوري القطري، ولكن إدارة الأهلي لم تتلقى أي شيء رسمي حتى الآن. الإدارة لن تقف عائقاً أمام رحيل ديانج، ولكن بشرط أن يكون فيه عائد مادي كويس، ولكن مفيش أي عرض رسمي حتى الآن. طيب كرة بلس بيقولوا أن تم طرح اسم أحمد حسن كوكا لتدعيم هجوم الأهلي في يناير، لكن لم تحدث أي مفاوضات معه في الوقت الحالي. الأمور كلها عبارة عن ترشيحات من بعض الوكلاء، وهتلاقي بقى مولكا وسوزا في باقي الأخبار. ولكن عشان وقت الحلقة أروح بسرعة للمشاركات والسؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة. توقعاتكم على تشكيل الأهلي بكرة ومين ممكن يحرز الأهداف؟ التوقعات طبعا غير التمنيات، لكن يا رب بإذن الله تكون التوقعات والتمنيات بنتيجة واحدة. عمرو منصور بيقول مساء الخير، التشكيلة المتوقعة شوبير، معلول، منعم، ياسر، هاني، كوكا، عاشور، مروان، الشحات، كهربا، تاو. 2-0 لصالح النادي الأهلي، وإن شاء الله جمهور الأهلي عظيم. عبدو بيقول شوبير، هاني، ربيعة، منعم، معلول، مروان، كوكا، عاشور، تاو، كهربا، الشحات. بالتوفيق إن شاء الله. الناس بقت حافظة خلاص شكل التشكيل حتى لو في غيابات. جمال بيقول مصطفى شوبير، معلول، منعم، ربيعة، هاني، كوكا، إمام، مروان، الشحات، كهربا، بيرسي، تاو. الأهلي هيفوز 2-0 إن شاء الله والسوبر أهلاوي. آخر تعليق معايا، هاني بيقول مساء الخير، إن شاء الله يكون نهائي السوبر يليق بالكرة المصرية. أتوقع شوبير، هاني، منعم، ربيعة، معلول، مروان، إمام، كوكا، الشحات، مودست، بيرسيتا، وإن شاء الله فوز الأهلي 3-0 والسوبر أهلاوي. في تباين في التشكيل، ناس بتقول مودست، كهربا، كوكا، مروان، ولكن في استقرار من الجماهير إن في ظل غياب الشناوي وارد جدا يبدأ الأهلي بمصطفى شوبير. في الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله نلتقي الأسبوع المقبل وإحنا بنحتفل بآخر إنجاز في عام 2023 ببطولة السوبر المصري على حساب الفريق المكافح مودرن فيوتشر غدا على ملعب محمد بن زايد في نادي الجزيرة الإماراتي. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.